الان هبطت الطائره المروحيه في مطار الشيخ حديد الدولي والحمد لله نزلت بسلامه <applause> صدر الحكم بانتظار تنفيذه اللجنة القضائية التي شكلت قبل أشهر للتحقيق بانتهاكات فصيل سليمان شاه بريف حلب خرجت أخيرا لتقرر الآتي عزل قائد الفصيل محمد الجاسم المعروف باسم ابو عمشه من منصبه بالاضافه الى خمسه قياديين في الفصيل بعد اثبات التهم الموجهه لهم وهم ممن حولوا ناحيه الشيخ حديد الى جمهوريه بحد ذاتها كما يسخر البعض في توصيف الحاله التي وصلتها المنطقه اللجنه القضائيه قالت انها نظرت لما وصفتها بالمظالم والتجاوزات الواقعه من قبل بعض قاده الفصيل حيث بذلت كل الجهود المتاحه للاستماع الى ما امكن من الشكاوى والدعاوى ومطالعه البينات والادله مع كثره العراقيل التي وضعت امامها عبر التهديد والوعيد الذي مورس على كثير من الشهود حتى امتنع البعض منهم عن الادلاء بشهادته ودفع اخرين للتراجع وامام هذا الواقع ونصره للثوره بحسب اللجنه فقد قررت ما اعلنت مع الحرص على عزله من جميع مهامه وعدم تسليمه شيئا من مناصب الثوره لاحقا وفق وصفها حتى يتم تجنيب المنطقه من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنه من هذا الصرح العظيم من صروح الثوره السوريه المباركه اللجنه لم تستبعد لجوء عناصر الفصيل للقوه العسكريه للاعتراض على القرار لذلك دعت اصحاب النفوذ على الارض للتحرك ومنع الساحه من الانزلاق الى الاحتكام للسلاح موصيه الجميع بحقن الدماء وحفظ الانفس انتهى البيان لتبدا بعدها الاسئله كيف سيطبق القرار ومن سينفذه في الجيش الوطني الذي لا يبدو منسجما بين العديد من فصائله التي يتشكل منها ينتظر الجميع الايام المقبله